أخبار اليوم. لا هنا احتمال يكون في ايه؟ اثار. فاحنا خدنا قرار الاسبوع اللي فات وده
اول مره يحصل بان في تسهيل للجهات الحكوميه ان هي جامعه فلوس تدفع 50% بس مقدمه عشان مساهمه مننا، وبعد الفرق تبدا تدفع 50 الايه؟ المتاخر. بالنسبه وده في العطيه على سؤال التلال المنتشره بكثره مئات الابدنه بالظبط يا جماعه. تاني حاجه في احد الزملاء اليابانيين قال ما نعرفش حاجه عن قدر الفراعين، ودي قالت دي كارثه ومش كارثه. انا بعد 72 ساعه من توريه وزاره الاثار خدنا قرار يا فندم بفتح مدارس مصر الحكوميه كلها مجانا، كل المواقع الاثريه والمتاحف بتاعت مصر العربيه مجانا. واتقال انت جاي تخسر ولا جاي ايه؟ تكسب. انا كسبان اكتر من كده لاني مش عايز اوصل للنتيجه اللي حضرتك قلتها. لو الطفل النهارده هيروح المنطقه الاثريه وقعدت جواب للسيد وزير التربيه والتعليم مش خد قرار بس، وهو بدا يخرج من عنده عشان يبدا يحرك الايه؟ المدارس. انا كسبان في ده جامد جدا. لما طلع لي الاف المدارس يروحوا المنطقه بتاعت تل الفراعنه ويكبروا هم اللي هيحافظوا عليها من الحراميه بعد كده. فدي حاجه احنا ماشيين فيها يا فندم. انا شايف حضراتكم كتير قوي بتتكلموا على السياحه كتير قوي. نركز ان دلوقتي قصر الشيخ موقعها الجغرافي ومن خلال خبرتي البسيطه في مجال عملي في السياحه بجانب عملي في الاثار، حضراتكم لازم تركزوا اكتر على السياحه الداخليه. لان انتوا عارفين ان في عز السياحه ما كانش بيجي لكم نصيب كبير من السياحه الاجنبيه. ده رد على كلام حضرتك لما قلت السياحه الاجنبيه والتلت وكده. فحضرتك خلينا عمليين. حضرتك اصلا الداخلي اصلا مصر المتحف المصري والهرم العدد قل جدا. فبالتالي حضرتك تركزي على السياحه الداخليه ودي قوتك لان انت موجوده في نص الدلتا. فده اللي بنتكلم وانت مخاطب السياحه الداخليه، وده من خلال ان احنا نتعاون مع بعض نحضر بنيه اساسيه في الاماكن الاثريه. متحف قصر الشيخ ده لو فتح هيبقى هيعمل ثغره. بص يا فندم دي ثغره عندي المتاحف. انا كنت اول امبارح في المنيا رحت شفت متحف الاتوني من اروع ما راه عيني المتاحف مقفول. كل ما اروح منطقه اثريه في المتحف ده مقفول من ايام الثوره، مقفول من ايام الثوره. طب مطلوب مني كام؟ 60 مليون 30 مليون 70 مليون. بعض المتاحف بتصل ل 500 مليون. فربنا يقدرنا ان شاء الله والدوله هتدعمنا ان احنا نتحرك بالتوازي في المتاحف دي كلها. وانا ربنا يقدرني مع زملاء وزاره الاثار. على فكره انا مش جاي وزير اثار، انا معايا كله وكلاء وزاره النهارده باستثناء واحد. كله قطاع مشروعات، قطاع الاثار المصريه والاثار الاسلاميه وقطاع المتاحف. كله معايا النهارده عشان جاي نسمع ونشوف المشاكل. الهدف من الزياره النهارده هو افتتاح الاربع جوانب بتاع فوق. كان ممكن نطلع على فوق على طول. لكن انا لما سالت المحافظ قال لي لا عايزين نقعد بالعكس، انا عايز اسمع المشاكل وعايز وكلاء الوزاره معايا كلهم يعرفوا المشاكل عشان نقدر نحرك. ولكن انا ما اعرفش اوعد واخلف. احنا ما عندناش الامكانيات الماليه اللي اعمل كل حضراتكم راضيينه ده، اللي هي كل الاثار في نفس الوقت بكل المشاريع بكل المتاحف اللي في قصر الشيخ. بس انا عندي نفس المشكله دي قائمه في المحافظات كلها. بس ربنا يقدرنا والدليل ان احنا النهارده بنفتح اربع مساجد اللي هو مقطوع فوق ودول بدايه. اكمل حضرتك. الدكتور خالد العامري يتفضل.